زال في ذات الموضوع مشاهدينا الاعزاء، وينضم الينا الاستاذ مصطفى امين الباحث المتخصص في الجماعات الارهابيه. نحن نتحدث الان حول طبيعه دور التمويل القطري لدعم الجماعات الارهابيه في المنطقه او حتى في العالم بشكل كامل، سواء كان ذلك في افغانستان، في شرق اسيا، او حتى في افريقيا، في دول الشرق الاوسط، وصولا الى اوروبا والمراكز الاسلاميه التي تمول من قبل المال القطري والتوظيف السياسي للمال القطري لدعم الجماعات الارهابيه. اهلا بك استاذ همام وقناتك الكريمه. شكرا. هو في البدايه احنا الدور القطري فيما يخص مساله الجماعات الارهابيه تحديدا وعلى راسها جماعه الاخوان الارهابيه، الدور ده له امتدادات كبيره متعلق بمحاوله قطر ايجاد نفوذ داخل المنطقه وداخل العالم الاسلامي من خلال هذه الجماعات الارهابيه. قطر منذ البداية عندها نوع من التمرد ومحاولة الخروج عن الصف الخليجي من البداية، كانت في بداية الستينيات ومنتصف الستينيات مسألة انضمامها إلى التحالف ضد الاستعمار الاحتلال البريطاني خرجت عنه بهذا الشكل، وبعد كده حدثت حالة التمرد من قبل حمد على أبيه، ثم الحالة الأخيرة متعلقة بتميم. امتداد هذا الامتداد التمردي لدى قطر ده امتداد له جذور تاريخية عميقة. الامتداد ده انتقل من الحالة الداخلية القطرية، الصراع الداخلي القطري، إلى الحالة العامة العربية والإسلامية. قطر حاولت بهذا التمرد أنها توجد نفسها دور. المجموعات الإرهابية أو الجماعات الإسلامية الإرهابية هي الأداة اللي بتواجه معظم الأنظمة العربية والإسلامية وبتحاول إنها تجري نفسها موضع قدم للوصول إلى السلطة والحكم. فهذه الإمارة الصغيرة، قطر الدولة الصغيرة، معدومة النفوذ، قليلة السكان، ذات الموارد الهائلة اللي بتشكل لها نوع من أنواع السطوة المالية، دفعها إنها تستثمر في هذا النوع من الجماعات. غنيمة سهلة، جماعات بائعة لوطنيتها، وبالتالي بدأت تستثمر في هذه الجماعات. وكانت البداية مع جماعة الإخوان الإرهابية اللي أفكارها وتنظيمها بيشكل امتداد لكل الجماعات الإرهابية اللي خرجت بعد كده، سواء القاعدة أو تنظيم داعش أو حتى الجماعات اللي تواجدت في مصر الإسلامية والإرهابية وغيرها. وبالتالي بدأت تستثمر في هذه الجماعات بشكل كبير، وكانت البداية مع استغلال منبرها الأساسي قناة الجزيرة، وبدأت تستضيف كل قيادات هذه الجماعات، تناوب بها الأنظمة العربية والإسلامية، تحاول أن تضغط عليها وتلوي ذراع هذه الأنظمة من خلال قناتها الجزيرة. ومع الأسف أوصلت للعالم فكرة إن هذا المنبر منبر يعبر عن الحرية، بينما في الحقيقة منبر لاستغلال الأوضاع ومحاولة النفاذ إلى الأوضاع الداخلية في الدول العربية والإسلامية. ثم انتقلت بعد كده لمرحلة أخطر، وهي مرحلة دعم هذه الجماعات وتمويلها بشكل مباشر في العمل الإرهابي، وده اللي تم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مولد بأرقام هائلة من الأموال للوصول ل والمشاركة في العمل السياسي في مصر، ووصلت لمجلس الشعب زي ما احنا كلنا عارفين. ثم بعد كده انتقلت لمرحلة أخطر، وهي تمويل عمل الإرهاب العنيف اللي بيقوم بعمليات إرهابية ضد هذه الدول، وده اللي أنبت بعد كده ما يسمى جبهة النصرة، وأنبت بعد كده ما يسمى تنظيم داعش. تجذرت وتدخلت في هذه الجماعات بشكل واضح وبشكل كبير كأزرع ليها تستخدمها وظيفيا، وكانت النتيجة الإرهاب منتشر في العالم العربي والإسلامي في الوقت الحالي، اللي بتشكل قطر عنصر أساسي لدعمه المالي وتعضيد نفوذ. وده ما كانش مستغرب أن تميم يخرج في أحد لقاءاته أمير هذه الإمارة الصغيرة ويتحدث عن هذه الجماعات، قراءتنا لها ليست قراءة إرهابية، بينما على أرض الواقع تقريبا كل دول العالم صنفت هذه الجماعات لأنها جماعات إرهابية. صحيح. وأيضا صنفتها أنها بتمول الإرهاب، وأيضا على أنها جماعات بتمارس العنف بشكل أساسي، وحركة أموالها حركة غير واضحة، وبتقوم من خلال هذه الحركة بتمويل مجموعات إرهابية سواء حسم أو داعش أو أسماء كثيرة. في النهاية تجد أن الرابط الأساسي والخيط الأساسي والعنصر الأساسي ل
كل هذه الجماعات هو المال القطري. ده بيجعلك ما تستغربش لما تعرف ان قطر لم تستهدف باي عمل ارهابي، ان قطر لم تستهدف باي بيان ارهابي، ان قطر لم يتحدث عنها الارهابيين باي شكل من الاشكال بما يسيء اليها حتى يعني حتى بالاشاره يعني. بينما في كل اصداراتهم وكل يعني مودهم الاعلاميه بيتخذوا فيها الدول العربيه والاسلاميه وبوجهوا انتقادات بشكل واضح الى حتى هذا التمويل يا استاذ مصطفى يتم بشكل واضح سواء من خلال دفع الفديه مثل ما حدث في العراق مع من كان يعتقد انهم يعني قامت الجماعات الارهابيه تنظيم داعش الارهابي بالتحفظ عليهم في العراق، وتم دفع قرابه مليار دولار نقدا الى هذه الجماعات الارهابيه، او حتى بالدعم المباشر لهم من خلال وسائل ارسال النقود سواء البنوك او غيرها مثل ما كان يحدث لجماعه الاخوان الارهابيه في مصر، او حتى في الجماعات الارهابيه والمتطرفه في سوريا او المراكز التي تسمي نفسها مراكز اسلاميه في اوروبا. سؤالك ده مهم للغاية وبينقل إلى محور أهم وأكثر خطورة، أن قطر لم تكتفي بما يسمى دعم جماعات الإرهاب السني، بل بالعكس ده انتقلت كمان إلى دعم جماعات الإرهاب الشيعي. يعني هي قطر أصبحت متداخلة في العنف والإرهاب بشكل أكثر تشعبا، يعني حتى تجاوزت مسألة العقائدية ومسألة الطائفية في هذا الموضوع، وبدأت تمول حتى الجماعات الإرهابية الشيعية، ويمكن ده واضح من خلال المليار دولار اللي تم دفعهم لأحد الجماعات الشيعية اللي اختطفت بعض القطريين، ودي كانت فضيحة عالمية لأن هذه الجماعة صنفت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها جماعة إرهابية. هذه الجماعات هي أوراق في أيدي قطر تستخدمها للضغط على الحكومات والدول المختلفة. صحيح. وأيضا ده بيتم بشكل كمان أكثر تشعبا في مسألة دعم جماعة الحوثي الإرهابية أيضا فوق في التصنيف العالمي والمعادية للعمل. فيما يتعلق بالمراكز الإسلامية في قطر في أوروبا التي يعتقد على نحو واسع، بل هي حقيقة أن قطر تقوم بتمويل هذه الجماعات المراكز الإسلامية هناك التي لها آراء متطرفة في أوروبا، ولاحظنا خلال السنوات الأخيرة كم العمليات الإرهابية الأحداث الإرهابية التي حدثت في عدد من الدول الأوروبية بدعم طبعا من هذه المراكز. هي الذراع الاساسي في هذا الامر هي قطر الخيريه، قطر الخيريه نعم مؤسسه قطر الخيريه او جمعيه مؤسسات قطر الخيريه هي التي تعد يعني الذراع الاساسيه لتمويل كل هذه المراكز، وقطر بتستخدم ما يسمى بالدعايه البحثيه، يعني قطر بتستضيف فروع ل مراكز بحثية محترمة زي معهد واشنطن كارينجي غيره، وبتقوم بدعمها داخل في الداخل القطري والخارج القطري، وبتقدم وبتقوم بالصرف بالمناسبة على مشروعات بحثية من خلال تمويلات مالية لترويج لأفكارها وترويج لدورها الوظيفي، فضلا طبعا عن شركات العلاقات العامة التي تتعاقد مع قطر في الاتحاد الاوروبي في الدول الاوروبيه وفي الولايات المتحده. شركات العلاقات العامه ده جزء مهم ويمكن ده عملها بالمناسبه، لكن هي انا بقول لك بتستخدم دور اخطر ان هي بتوظف حتى دراسات المراكز البحثيه المعتمده عالميا اللي لها يعني لها صيت عالمي ولها دور من مفترض بحثيا دور موضوعي ونزيه، بتمول ما يسمى المشروع البحثي، يعني هي بتقوم بدعم مشروع بحثي معين. كانت هناك فضيحه منذ سنه تقريبا في الولايات المتحده حول ما ظهر في الصحافة الأمريكية لدعم قطر لبعض المؤسسات الجامعية الأمريكية في 4 جامعات على ما أظن في الولايات المتحدة، وكان وافتتح أمرها في واشنطن بوست على ما أتذكر، وكانت قضية كبرى في الولايات المتحدة منذ عام. بالظبط، ده التمويل من خلال المشروعات البحثية، ويمكن ده خطره في ان هو بيسوق لفكرة ان ما تقوم به قطر امر يعني امر جيد يعني، وده خطورة المسألة، بينما في الحقيقة امر ممول ومدفوع. وده مش بيدركه بالمناسبة الكثير، يعني الكثير مش مستوعب فكرة ان هذه المشروعات البحثية مشروعات ممولة، وان اللي بيكون له دور واضح في تحديد الرؤية والاهداف ونتائجها هو الممول، وده قطر بتقوم به بشكل واضح. وهو ده معناه ان قطر بتستخدم مجموعة من الاشخاص بيحاولوا يسوقوا لهذه الافكار وبيحاولوا يسوقوا لهذه المشروعات وهذه المحاور اللي بتتبناها قطر في الترويج ان سياستها سياسه نزيهه ونظيفه، بينما في حقيقه الامر هي سياسه يعني غير ليس فقط يا استاذ مصطفى
المؤسسات الفكر والأبحاث والدراسات، لكن بعض الصحفيين والمحللين السياسيين ظهروا على قنوات تلفزيونية عالمية أمريكية. نجل ترامب ذاته قال حينها قبل عام ونصف أن هؤلاء الأشخاص ممولين بتمويل مباشر من قطر من أجل الترويج لسياسات قطرية في الولايات المتحدة. ده أمر آخر قطر بتستخدمه، بتستفيد من بعض الكتاب اللي ربما لديهم أفكار منوئة إلى أنظمة الحكم وبعض الدول العربية والإسلامية، وبتروج لي كتاباتهم من خلال مؤسساتها الإعلامية. نعم. وبتثير الأمر بشكل أكبر بأن الكاتب ده عنده مصداقية معينة. أنا مش عاوز أذكر أسماء لأن ربما يعني الأسماء يكون لها أمور معينة، تداعيات معينة. صحيح. الأسماء دي كلها يعني أنا في تقديري هي أسماء مأجورة، يعني هو في النهاية بيحاول يقدم فكرته أو يقدم رؤيته من خلال المنطلق القطري، يعني التسويق للفكرة من خلال هذا الشخص أمر بتنتاجه قطر. وده خليني بقول لك إن يبدو أن لدى أمير قطر مجموعة من الأشخاص هم المسؤولين عن ترتيب وتنظيم هذا الأمر بشكل أو بآخر. على كل هذه الأسماء رائجة وأسماء موضوحة في ليس فقط في الوسط الإعلامي ولا الصحفي، لكن حتى أصبحت هذه الأسماء موضوحة بالنسبة لعموم الناس، للوسط المجتمعي في المجتمعات العربية. على أي حال الأستاذ مصطفى أمين الباحث المتخصص في الجامعات الإرهابية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. وبهذه المداخلة مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الجولة الإخبارية. من الآن على رأس الساعة ألتقيكم أنا ونهى درويش في نشرة إخبارية مفصلة.